الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى في تاريخ الجزائر والتي أحرزتها البطلة العالمية حسيبة بولمرقة يوم 15 أوت كانت بالنسبة إلينا أهم وأكبر حدث رياضي في سنة 1992، السنة الأولمبية التي شهدت إجراء الألعاب الأولمبية 25 في مدينة برشلونة الإسبانية، والتي كانت بشهادة الجميع أحسن الألعاب في التاريخ من حيث التنظيم المشاركة والمستوى. بالنسبة للجزائر يوم 6 سبتمبر سيبقى كذلك راسخا في مذكرة سنة 1992، لأن فيه ثار البطل العالمي الجزائري نور الدين مورسلي وحطم رقما قياسيا عالميا تاريخيا في مسافة 1500 متر. لقد أصبح مورسلي في سنة 1992 أول رجل في العالم يقطع مسافة 1500 متر تحت 3 دقائق و29 ثانية.